مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نبض المستقبل التي سنقوم معكم من خلالها بزيارة متحف البلانيتاريوم الذي يعد أحد أكثر أماكن التسلية ترددا من قبل الجمهور في موسكو حيث يصل عدد زواره إلى 3000 شخص يوميا. فكيف يستطيع المتحف الحفاظ على مستوى الجودة العالي؟ لنكتشف معا. تتابعون في هذه الحلقة: كيف تضاء النجوم؟ أمعجزة هذه أم مهنة حقيقية؟ كيف تجري عملية تشكيل الغيوم والأعاصير والبرق؟ اختبار القوة، أم أن هناك ما هو أقوى من الفضول لدى الأطفال؟ كيف يبدو مصلات النجوم من الداخل وبما يتميز الجديد عن القديم؟ كيف تسنى زيادة مساحة البلانيتاريوم 5 مرات دون أي تغييرات على سمات المبنى المعمارية؟ كيف يجري خلق ظروف الطقس وظواهر الغلاف الجوي بحيث تجعل المشاهد أكثر استغراقاً في أحداث الفيلم؟ أحجار سقطت من السماء، ما هي سبل العناية بها؟ هذه صالة النجوم الكبرى التي بها تختتم كل جولة من جولات الزوار. قبل التحليق نحو النجوم، هناك الصعود في مجال العلم والجمال عبر مراحل مختلفة. هكذا تبدو الصالة في الأيام العادية. في كل يوم عمل 8 عروض مع فاصل بين العرض والآخر مدته 20 دقيقة. ليس ثمة دقيقة فراغ واحدة خارج ذلك. إنها فرصة نادرة لرؤية قاعة النجوم خالية من الزوار. يوم الاثنين هو الوحيد الذي يستطيع المهندسون فيه العمل في هذه الصالة. من بين مهماتهم مثلا تغيير حلقات الفيلم الذي يشاهده الزوار. كل حلقة عبارة عن فيلم قصير يخضع لسيناريو معين ثابت. المبرمج هو الذي يضيء النجوم بالمعنى المباشر للكلمة. يتصرف وفق السيناريوهات التي تكتبها المديرة العلمية نفسها. مثل هذا العمل يحتاج في الواقع لخبرة عملية كبيرة جدا في البلانيتاريوم. من المتعذر امتلاكها في غضون سنة واحدة فقط. العاملون هنا يمزحون أحياناً فيقولون إن السنوات 15 الأولى هي الصعبة وبعدها تهون الأمور. سماء مرصعة بالنجوم، يا للروعة! نجوم مختلفة الألوان تخلب الألباب، وعندما يترافق ذلك بمقاطع شعرية وبأنغام موسيقية وسرد قصص من الأساطير اليونانية القديمة عن ولادة هذا البرج، عندئذ ترى الزوار في غاية الاهتمام بهذا الجو، وقد ازدادوا انسجاماً مع ما يسمعونه ويشاهدونه. على مدى 3 سنوات من العمل، تيسر من الناحية التقنية إعداد برنامج لمختلف فئات الزوار،
وثمة مشاريع لأصغر هواة علم الفلك سناً الذين يطلعون من خلال الألعاب على المعلومات بالمستوى الذي يناسب مداركهم. أما الجمهور الجاد فتنظم له لقاءات مع كبار علماء بلادنا والعالم ليطلع على آخر مستجدات علم الفلك. ومن ناحية أخرى فإن المجموعات الإبداعية لا تتوانى أبداً عن استخدام باحة البلانيتاريوم لإضفاء مزيد من المؤثرات البصرية على المشهد الرومانسي. كيف كانت تبدو النجوم قبل 100 أو 200 أو حتى 10,000 سنة؟ يتعرف زوار بلانيتاريوم على ذلك بفضل جهاز يعرف بأونيفرساريوم. تلعب المصابيح الضوئية الدور الأساس في عمله، ويجري تغييرها مرة كل 3 أشهر. إن جهاز أونيفرساريوم ذا الألياف البصرية يزن 1500 كيلوغرام ويبلغ ثمنه 5 ملايين يورو. عدسات هذا الجهاز الذي يزيد عددها على 30 تعكس على القبة حوالي 9,000 نجم. ومثل هذه السماء لا يمكن رؤيتها إلا من قمم الجبال الشاهقة. وبمساعدة الجهاز تمكن العاملون في البلانيتاريوم من وضع برامج عرض إضاحية يعتزون بها أيما اعتزاز. نرفع أولا غطاء الحماية. لدينا 3 مصابيح فقط، مصباح لكل من نصفي الكرة، والثالث في المسلاط الذي يقوم بعملية إسقاط للكواكب. نمسك بالمصباح بطريقة خاصة وننزعه من مكانه. المصباح يوجد في الوحدة التي تصدر عنها الحرارة. كل عدسة من العدسات هي عبارة عن مسلاط يعرض صورا معينة. العدسة الكبيرة هي قطاع من السماء، والعدسة الأصغر منها هي برج نجوم أو نجمة أكثر سطوعا. وعلى هذا النحو تتشكل سماء مليئة بالنجوم. هناك منظومات بانورامية وأخرى على شكل قبة كاملة تقوم بعملية الإسقاط. في منظومة القبة الكاملة تنقسم القبة إلى 7 قطاعات يوجه نحو كل منها مسلطان مهمتهما إسقاط الصورة على القطاع، بحيث لا يشعر المشاهد بالانتقال من قطاع إلى آخر. هنا منظومات بانورامية وأخرى على شكل قبة كاملة تقوم بعملية الإسقاط. في منظومة القبة الكاملة تنقسم القبة إلى 7 قطاعات يوجه نحو كل منها مسلطان مهمتهما إسقاط الصورة على القطاع، بحيث لا يشعر المشاهد بالانتقال من قطاع إلى آخر. في يوم الثلاثاء من كل أسبوع يجري تنظيف الأجهزة البصرية بواسطة تيار قوي من الهواء. كما تنظف هذه الأجهزة بواسطة مادة خاصة مرة كل 6 أشهر. ماء حالكة اللون من جهة والنجم الساطع من جهة أخرى. إن هذه الأجهزة الرقمية تستخدم للتظهير المشهدي الفني، وخاصة للتصوير بزاوية منفرجة. وبالنسبة لأونيفرساريوم يكفي أن يضع المصور التاريخ المطلوب حتى يقوم اللوغاريتم الموجود داخل الجهاز بمعالجة المعلومة وعرض السماء ونجومها كما رآها الكندي في القرن 9 أو كوبرنيكوس في القرن 16. يمضي المختصون في قسم المتحف الذي يدعى لوناريوم كل 12 ساعة على الأقل لإجراء عمليات التصليح، حيث تم تخريب خلال الأسبوع الماضي مثلاً 3 معروضات، في بعضها تعطلت الأزرار،
وفي بعضها الآخر توقفت عن العمل المؤثرات الصوتية. وأحياناً يكسر الأطفال ما يبدو كسره مستحيلاً. قسم المتحف الذي يدعى لوناريوم التفاعلي هو أحد متاحف البلانيتاريوم. تبلغ مساحة معروضاته 4000 متر مربع، أي 99,000 قطعة معروضة في طابقين. وقد تم اختبار القوة هنا منذ أول حضور للأطفال، وخلال ثلاث سنوات جرى بطريق التجربة تحسين جميع النماذج، سواء لجهة القوة أم لجهة الأمان. وعلى سبيل المثال، حلت الأقلام المعدنية محل الأقلام الخشبية، أما الحلقات المعدنية الخاصة بتوضيح القوانين الفيزيائية والتي كانت سابقاً على حافة بلكون الطابق الثاني فقد أبعدت نحو الداخل تجنباً لخطر السقوط الذي قد يتعرض له الأطفال. ومن بين المعروضات النادرة التي لم ترمم بعد، هذا الجهاز الذي يعرض ما يمكن مقارنته بالبرق. يتجلى فضول الأطفال بقوة خاصة بعد انتهاء العطل المدرسية. يقوم العمال باختبار مدى دقة الجهاز في إظهار الفرق بين نظام مركزية الأرض ونظام مركزية الشمس، كما يجرون اختبارات لعمل المصاليد. وفي الجهاز الخاص بتشكيل الثقوب السوداء يبدلون الماء ويلونونه لتتضح رؤيته، وتختبر أيضاً الأجهزة التي تولد الذبذبات والأمواج. أما الجهاز الخاص بنظرية الفراغ فيجب تجديده، فقد انكسرت الريشة، ولو أنه يعد بفعاليته المعهودة. والمقصود أن جميع الأجسام إذا كانت في الفراغ تسقط بالسرعة نفسها أياً كانت كتلتها وشكلها. أما إذا أضفنا الهواء فإن الريش الخفيفة سوف تسقط ببطء. ومما يثير الإعجاب بشكل خاص المعروضات التي توضح حدوث الظواهر الطبيعية. 5 لترات من الماء تصب في هذا الإناء يومياً، وذلك لعرض عملية تكوين العواصف. المراوح تدفع بتيارات هواء زوبعية نحو الأعلى بحيث تعطي حركتها الدورانية الأثر المطلوب. ويجري اختبار صلاحية المولدات النظيرة بواسطة الأجهزة التي تشكل الغيوم وتعرض أيروديناميكية سفن الملاحة الجوية أثناء تحليقها. وبالمناسبة يقول مهندسو ومصممو الطائرات إن أي جهاز يبقى في الخدمة مدة طويلة ما لم يتعرض للكسر على أيدي الأطفال. أما العاملون في البلانيتاريوم فيؤكدون أن دورة تبديل المعروضات المتعطلة دليل على وجود الحياة في هذا المكان. كيف يبدو مصلات النجوم من الداخل وبما يتميز الجديد عن القديم؟ كيف تسنى زيادة مساحة البلانيتاريوم 5 مرات دون أي تغييرات على سبل العناية بها؟ ابقوا معنا. تاريخ المتحف بدأ من هذه المعروضة، وهي الآن تخلو من بعض أجزائها الخارجية، ما يسمح لنا برؤية ما في الداخل. علم الفلك هو الوحيد من العلوم الدقيقة الذي يتميز بالإلهام، ويسمى الأخير بالأورانيا، إلهة الفلك عند الإغريق. ولهذا فإن متحف التاريخ هنا يسمى بالأورانيا أيضاً.
وتوجد فيه أجهزة الإسقاط القديمة، أي آلات العرض، كهذا الجهاز الذي يعتبر أول جهاز عرض لعام 1929. جهاز العرض الجديد يختلف تماماً عن القديم، إذ أن القديم تألف من آليات الساعة وكان يعمل بمصباح متوهج قدرته 1.5 كيلو وات، وكانت محتوياته تتعرض لإحماء مفرط، ولذلك كانوا مضطرين لتغيير الأسلاك كلها لأنها تتفتت. وكانت وحدات التحكم تشغل أماكن أكبر بعشر مرات من الأماكن المخصصة للأجهزة الجديدة. وتوجد في الأخيرة مفاتيح تحكم وأجهزة ضبط وميكروبروسيسورات حديثة، وحدة دارات متكاملة دقيقة مبرمجة للحاسبات الإلكترونية، ويمكن توصيل أي ناقلات حديثة به. لقد اتسع مبنى البلانيتاريوم خلال ترميمه وازداد ارتفاعاً وعمقاً، ولم يكن بالإمكان تغييره بصفته نصباً تذكارياً لعصر البنائية التشييدية. ونجد هنا كيف رفعوه بدون تفكيكه بواسطة الرافعات على عدة مراحل خلال 3 أشهر، وبالتالي اتسعت مساحته 5 مرات. في الأيام العادية تجد الأطفال هنا في كل مكان، وللسنة الثالثة منذ افتتاح البلانيتاريوم بعد ترميمه الذي استغرق 17 سنة، يجذب البلانيتاريوم الناس على اختلاف أعمارهم بمشاريعه المثيرة الجديدة. وخير دليل على ذلك الأرقام. يجري التسجيل لزيارة البلانيتاريوم قبل 2 أسبوع بالنسبة للزيارات الجماعية، ويقف الناس في الدوري لشراء التذاكر طوال عدة ساعات. وسقف قبة البلانيتاريوم هو الأكبر في أوروبا، ويبلغ قطره 25 متراً، ويزوره سنوياً 1 مليون شخص. وأخيراً بلغت تكاليف الترميم 1 مليار روبل. كانت المهمة طموحة منذ البداية، فبعد مقارنة أحسن متاحف العالم قرروا جعل المتحف يتميز بالأصالة والجودة من حيث تكملة معروضاته وتنظيمها. وزارت مديرة الأبحاث العلمية للمتحف فاينا روبلوفا نصف بلدان العالم من أجل إكمال وتحسين المعروضات الموجودة، علماً بأنها تصر على أنه ليس متحفاً بالمفهوم العادي، وأن الفارق ملموس، إذ أن هذا المكان يتضمن متحفين وصالتين للعرض ومعروضات لإجراء التجارب ومرصدين. والمهمة الرئيسة لهذا كله هي جذب الناس وإثارة اهتمامهم وتكوين صورة علمية طبيعية عن الكون وتطور البشرية. كان ينبغي الحفاظ على التوازن من أجل أن يرى الناس الذين زاروا المتحف من زمان المعروضات القديمة مثل هذه النماذج للكرة الأرضية، ومن أجل أن يكتشف الزوار الصغار الذين لا تثير دهشتهم النماذج المصغرة البسيطة أشياء مثيرة بالنسبة لهم. وعلى سبيل المثال، لدى رؤيتهم النموذج الكبير للمنظومة الشمسية مع إضافات وملحقات كمبيوترية متعددة الأغراض. على الجو وتقديم المعارف والمعلومات للأجيال القادمة فحسب، بل أن ذلك يعتبر دائما ابتكارات وتكنولوجيا جديدة والنظرة إلى المستقبل. النموذج الذي يمثل نصف القمر هو أكبر المعروضات، وهو نسخة طبق الأصل لما نراه، ولكن أصغر 700,000 مرة، ويعتمد على نموذج رقمي. ويوجد تحت الطبقة المجسمة عدة طبقات، أما التركيب نفسه فضخم وثقيل، وقد تم صنعه في أحد المصانع خلال 3 سنوات.
مجموعة نيازكي تعد فخر المتحف، لكنها تتطلب عناية خاصة، فلا يمكن غسلها بالماء. المادة الوحيدة التي لا تخاف منها هي الزيت النباتي. أما المعروضات الأخف، فقد وضعت وراء الزجاج، ومن الممكن بفضل العدسات المكبرة مشاهدتها بشكل مفصل. ويبدو أن أجزاء النيازكي تشبه ألواح الكمبيوتر لحد كبير. إن المواد النيزكية معروضة عندنا حسب تصنيفها، ويراها الزوار بحيث يستطيعون فهم الفرق ما بين النيزكي والمذنب. فالنيازك هي أجزاء من الكويكبات السيارة، أما الجزيئات النيزكية فهي بقايا نوى المذنبات. بين النيازك الأخرى المعروضة في المجموعة نموذج لجرم سماوي سقط على الأرض قبل القرن 17، وأجزاء من النيزك الذي سقط في تشيلابنسك، وآخر وجد في خربالي بالقرب من خرائب العاصمة السابقة للأرطة الذهبية. من الصعب اليوم إدهاش الزوار بقاعة رباعية الأبعاد، لذا قرر المهندسون التركيز على الجودة وبدأوا من المقاعد. المقاعد هنا مزودة بثلاث محركات تقوم بمئتي حركة في الثانية، ويمكن التحكم بالحركات بواسطة جهاز التحكم الموجود هنا. يعرض الآن هنا فيلم 20,000 فرسخ تحت سطح الماء، ومن الممكن أن تقوم مع أبطاله ليس فقط برحلة خيالية بل ورية، بل وتشعر بها. من هذه الغرفة يجري التحكم بمناخ القاعة الرباعية الأبعاد، إذ يمكن إعداد أي مناخ سواء من الرياح الشديدة أو من الثلوج. لو أن الزوار جاءوا إلى هنا خارج ساعات العمل لأثار اهتمامهم أيضاً كيف يجري إعداد ذلك. يتساقط الثلج من موب خاص، وخلافاً للثلج الحقيقي يتألف الاصطناعي من تركيب معين لا يترك أي أثر، وتقوم ست مراوح قوية بخلق ريح صناعية كما تعطي صورة للسرعة، وتخلق الأجهزة العاكسة ظاهرة الصحراء الحارة جداً. وبالإضافة إلى ذلك يجري أسبوعياً تغيير الصفائح التي تعكس النسيم البحري والهواء النقي في الصباح والأشياء المحروقة، والمشاعر المتأتية من حاسة الشم لا تقل أهمية. كل هذا مفيد لمراقبة الأحوال الجوية والقبة السماوية. إذن أجدادنا كانوا في السابق يهتدون بالنجوم، وكانت معرفة العلوم الفلكية حتى الفترة الأخيرة قبل ظهور أنظمة الملاحة رئيسية بالنسبة للطيارين. يوجد مرصد حقيقي تحت القبة السماوية للمتحف، ولا يعمل إلا في الأيام المشمسة والدافئة، أي في أشهر الصيف في موسكو، وتجري فيه في سبتمبر أيلول أعمال الأرصاد في الليل، ويجري رصد فوهات البراكين على سطح القمر أو المشتري وتوابعه. ما هو الفرق بين مختلف أنواع البلانيتاريوم في العالم؟ بالطبع تختلف الأبنية والمعروضات، لكن الشيء الرئيسي هو المضمون. مهمتنا الرئيسية التي نضعها نصب أعيننا هي إعداد برامج جديدة، كما نفكر في إعداد سلسلة من المحاضرات التي تعتمد على الحوارات بين تلاميذ موسكو، حيث تعرض لهم بشكل مثير أسس علم الفلك والهندسة والرياضيات. يوجد
يوضح موظفو البلانيتاريوم وهم يعرضون بشكل مرئي الخصائص المثيرة للمعروضات ويقدمون الحقائق والاكتشافات العلمية بالوسائط المتعددة. يوضحون للزوار الصغار محبي المعرفة والاطلاع مدى روعة مشاهدة جمال السماء المليئة بالنجوم ومعرفة كيفية نشوء ذلك. وأخيراً عادت كل العناصر إلى أماكنها وامتلأت الخزانات بالمواد اللازمة لإجراء التجارب والوصول إلى الاكتشافات، وتنتظر المعروضات المتميزة سيلاً جديداً من الزوار. أما أنا فأشكركم على حسن المتابعة وإلى موعد جديد مع باقة من المعلومات التكنولوجية الجديدة.